يقول السائل: كنت أعمل مع شخصين لمدة 8 شهور وظلموني ولم أخذ منهم أجر العمل، فهل إذا دعيت عليهم في المسجد الحرام هل هذا الدعاء حرام أم حلال؟ وإذا دعيت فماذا أقول؟ أنت اللي تركته، ما منعوك منه حسب سؤالك، لكن إنك غضبت عليهم وتركته ما منعوك منه، روح خذ أجارك، وإذا تركته فأنت اللي مخطئ، ولا تدعو عليهم لأنهم ما منعوا حقك. مجرد ما أنك غضبت عليهم تترك لهم حقك عندهم، ما يصلح هذا، روح وخذ حقك، إن منعوه فقد ظلموك، وإن أعطوك إياه فهم ما ظلموك. نعم.